في إطار دعم وتعزيز صناعة السيارات في مصر، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مسؤولين من إحدى الشركات الكبرى في القطاع لبحث التوسعات المستقبلية. اللقاء كان فرصة طبعا مهمة لاستعراض الخطط اللي بتهدف لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، والكلام كمان عن التفاصيل الاجتماع ده والتأثير الإيجابي المتوقع. معانا على التليفون المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة السيارات. صباح الخير على حضرتك. اهلا طبعاً يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بالمشاهدين. صباح الخير يا باشمهندس، وحاجه كويسه وبشره خير طبعا احنا نعرف الساده المشاهدين ان احنا عندنا توسع في هذا المجال تحديدا. ازاي بقى هيؤثر مثل هذا الاجتماع والاهتمام من الدوله على صناعه السيارات في مصر؟ بص حضرتك، طبعا اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا اهتمام اي دوله بالصناعه، هو انت عارف حضرتك الصناعه هي قاطره التقدم في اي دوله من العالم. احنا الدوله مهتمه الفتره الماضيه بان احنا يبقى عندنا توطين للصناعه المحليه، وان احنا نزود نسبه المكون المحلي، لان ده هو ده اللي هياثر تاثير ايجابي على الاسعار، ده اللي هياثر تاثير ايجابي على المستثمر اللي ممكن يستثمر في بلدنا، ونقدر ان احنا ناخذ افريقيا والشرق الاوسط بالصناعه المصريه. ان احنا كان مشكلتنا الوحيده ان احنا دايما استيرادنا من السيارات كان اعلى بكثير جدا، لدرجه ان رئيس الوزراء طلع في احد الاجتماعات وقال ان احنا استيرادنا يوصل ل 8 مليار دولار سنويا من السيارات، فبالتالي فاتوره الاستيراد لابد من التخفيض، هو مش هيخفضها غير ان احنا نهتم بالصناعه وان احنا ندعم الصناعه المحليه ونوصل الصناعه المحليه عشان نقدر ناخذوا احتياجات المستهلك المصري، لان المستهلك المصري محتاج عربيه بسعر كويس، محتاج عربيه بكماليات معينه، محتاج عربيه تقدر في حد حدود احتياجاته، فبالشيء طبيعي ان احنا نقدر ننزل الاسعار، نقدر نوصل للعميل احتياجاته بيحتاج بالاقل الاسعار وبالامكانيات اللي هو طالبها. طيب، فكره التوسع في صناعه السيارات وفكره تقديم عوامل جذب اكتر، ده ممكن فعلا يساعد في توطين صناعه السيارات، خصوصا ان احنا عارفين ان قد يكون في المنطقه في بعض الاماكن فعلا عندها صناعه سيارات. اكيد. بص حضرتك، طبعا احنا الحمد لله يمكن مصر ربنا حباها بمنطقه جغرافيه محترمه وممتازه جدا، اللي احنا عندنا قناه السويس، عندنا البحر الاحمر، البحر الابيض، عندنا حاجات كتير جدا تقدر تساعد ان احنا ممكن نخش منها افريقيا والشرق الاوسط. احنا لو قدرنا ان احنا نوصل للمستثمر سواء المصري او الاجنبي ان يبقى احنا استثماراتك في مصر هتؤدي الى حوافز، الحوافز دي هتؤدي الى ان انت تخفض من تكلفتك، هتؤدي ان انت النهارده تقدر تصنع عربيه بالكامل مصريه بسعر معقول، هنقدر نغطي احتياجات المستهلك المصري ونقدر نغطي احتياجات بسعر معقول وجوده جيده جدا. طبعا هو شيء اهم حاجه الجوده، لان الجوده بدون سعر ولا سعر بدون جوده ملهمش لازمه، فالاثنين عاملين اساسيين جدا في انتاج اي سياره. حضرتك قلت دلوقتي عربيه بالكامل يتم تصنيعها في مصر؟ بص طبعا احنا نقدر نعمل كده لو وصلنا لان احنا قدرنا نصنع العربيه الكهربائيه، لان العربيه الكهربائيه النهارده بتمثل البطاريه بتاعتها 60% من قيمه العربيه، فاحنا لو قدرنا نصنع البطاريه وجبنا وعملنا البانل او الجسم العربيه وحدها هنوصل ل 70 80% من العربيه، فاللي بقى حضرتك مفيش دوله في العالم بتصنع عربيه بالكامل. تمام، يبقى التجميع عشان نوضح النقطه دي. تجميع اكثر من دول، لكن احنا لو قدرنا ان احنا نتواكب مع اللي بيحصل في العالم دلوقتي باهتمام بالسيارات الكهربائيه، لا نقدر نعدي 80% من نسبه المكون المحلي لصناعه السياره في مصر. طيب احنا عندنا كام شركه يا باشمهندس؟ عندنا 19 مصنع حاليا. 19 مصنع لشركات مش مصريه شغاله في مصر، مظبوط؟ الاثنين، في مصريه وغير مصريه، يعني مصريه وشركات اجنبيه وشراكه ما بين مصري واجنبي، دول 19 مصنع بيمثلوا كل الصناعه المصريه، انا بتكلم عن صناعه السيارات، لكن احنا عندنا مصانع لصناعه الصناعات المغذيه اللي هي الحاجات اللي هي الضفائر الكهرباء والحاجات دي. مكونات انتاج، عندنا مئات الشركات موجوده في مصر، لكن احنا بنتكلم على 19 مصنع بيعملوا بكل طاقتهم، ومش 19 منتج، اكثر من منتج طبعا، يعني في منتجات كتير جدا بتصنع في مصنع واحد. حسب بقى الاتفاقيات والعقود المنضيه ما بين الشركات وما بين المصنعين. طيب، فكره تصنيع الاستثمار في تصنيع نوعين من السيارات، يعني سواء كانت السيارات الكهربائيه صديقه البيئه او السيارات العاديه اللي احنا متعودين عليها، ده ممكن يجتذب انواع مختلفه من المستثمرين، ولا المستثمر في صناعه السيارات بيكون واحد؟ لا طبعا، هو في اختلاف طبعا ما بين المستثمر ده والمستثمر ده، ان دي ليها صناعه ودي ليها صناعه، لان صناعه السيارات الكهربائيه مكوناتها اقل بكثير جدا من السيارات العاديه.
اللي هي بتعمل بالوقود او بتعمل بالغاز او بتعمل بالبنزين او دي. واعتقد دي منطقه لسه بكري يعني متاح فيها جذب مزيد من الصناعات، لسه ما تمش توزيعها في سوق العالم زي ما بيتقال. اه طبعا هو العالم بدا فيها بالفعل، يعني الصين النهارده وصلت ان هي بتصنع نسبه 60% من سياراتها دلوقتي كهرباء، وهي الصين بتصنع 33 مليون سياره في السنه، فالنهارده لما 60% منها سيارات كهربائيه في الصين، ده يعني معنى كده ان هو ده الاهتمام اللي جاي الفتره اللي جايه. فاحنا لابد من ان احنا نكون، وده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، ان احنا يبقى عندنا صناعه سيارات كهربائيه عشان نقدر نغطي احتياجات المستهلك المصري ونغطي احتياجات الدول المجاوره. أكيد. طيب مع التوسع يا باشمهندس ده بكل تأكيد هيوفر لنا عملة صعبة اللي كنا بنستورد بيها السيارات، مظبوط؟ ما ده المقصود. تأثير تأثير ده بقى على السعر، على يعني المستهلك لما يجي، يعني حد عايز يشتري عربية، الفرق هيكون كبير؟ بص حضرتك، هو طبعا بالنسبه للسعر طبعا هينخفض حسب نسبه العمله ما تنخفض، لان احنا اللي بيقود السعر هي العمله. فاحنا لو قدرنا ان احنا نصدر سياره ونستورد عمله، عكس ما كنا بنعمل ان احنا نصدر عمله ونستورد عربيه، اعتقد طبعا شيء طبيعي ان العمله هتنزل، وكل ما نزلت العمله كل ما هينزل الاسعار. انا قلت حضرتك وكده كده احنا بنعمل عربيات بمواصفات عاليه، يعني نقدر للاستهلاك المحلي وللتصدير كمان. خلي بال حضرتك، احنا عندنا مصانع في مصر النهارده بتصنع عربيات على نفس المستوى اللي بتصنع في العالم. عظيم. كل الشكر ليك المهندس خالد سعد الأمين العام الحالي لرابطة السيارات، شكرا جزيلا.